نتحدث بحول الله عز وجل اليوم عن منزلة من منازل الإيمان، وهي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، التي قرر العلماء أنها جامعة لكل منازل الدين والتدين. حينما يقول العبد قارئا فاتحة الكتاب عابدا ربه في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فبهذه الآية جمع كل الإيمان وكل الإسلام. ومن منازل ذلك منزلة التوكل، ومنزلة التوكل على الله عز وجل هي من أرفع منازل الإيمان وأعزها مطلبا. وذلك أن الإنسان عموما مولع بالدنيا، مولع بحطامها الفاني، يثق لذلك بما في يده، قليل الثقة بما في يد ربه. فأما ثقته بما في يده فلأنه محسوس، هذاك الشيء اللي كيشوفه في الدو حسبه محسوس. وأما الذي في يد ربه فغيب لا يستطيع الاطلاع عليه، فهو غيب غير محسوس. ولذلك كان الإنسان هلوعا يحب الخير ويكره الشر، لكن الخير عنده ما أفاده في دنياه، والشر عنده ما ضره في دنياه. فهو إذن حيث يفقد الإيمان بالله يكون بهذه الصفة هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، وهلعه بالمعنى الذي ذكرنا. ودواء الهلع التوكل، دواء الهلع التوكل. والتوكل إيمان بالله عز وجل قائم على التفويض، تفويض كل شيء له وحده دون سواه. وذلك بأن يعتقد الإنسان أن الله قد خلق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى بما أنه خلق فقد ضمن رزق كل مخلوق. ما خلق الله عز وجل شيئا عبثا، ولا خلق شيئا ثم أهمله، بل خلق الخلق وقام عليه. ولذلك من أسمائه الحسنى الحي القيوم، قام عليه. قام عليه أي قام على حفظه ورزقه وتدبير أمره كله، فهو قيوم جل وعلا. والمؤمن مطالب باعتقاد ذلك ذهنا وتصورا، وباعتقاده وجدانا. يعني الإنسان المسلم مطلوب منه باش يفهم هذا المعنى ويعتقد به، أي يآمن به بالذهن دياله، وهو أن الله عز وجل خلق الخلق وقام عليه، مقابل الكون دياله سبحانه وتعالى. هذا من حيث يعني العقل ديال بنادم خصو يتبنى على هذا المعنى. ووجدانا يعني الإحساس ديال القلب دياله، وهو أنه يشعر أن الله وكيل عنه في كل أمره، يشعر بهذا المعنى ويحس به، فلا يخاف في ذلك أن يؤذى أو أن يضام، وقد شعر بأن الوكالة كلها لله الواحد القهار. وفي ذلك آيات عجيبة شاملة جامعة مانعة، منها قوله عز وجل خالق كل شيء، في وصف ذاته سبحانه وتعالى وصفاته، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وكيل، فهو إذن خلق كل شيء ثم قام عليه بالوكالة، أي أنه سبحانه وتعالى قائم بالأرزاق ديال العباد، وقائم بأمور كل شيء يتعلق بما يحدث لأولئك العباد. أي حاجة قد يتوقع للإنسان أو وقعت أو تقع فهي بإذن الله عز وجل وبأمره وبعلمه، فهي وكالة شاملة، وهو على كل شيء وكيل. فإذن عندنا جوج ديال المعاني هنا، معنى قائم بذات الله أبدا يعني ديما، ومعنى قد يقوم بنفس الإنسان، ماشي ديما، يمكن يكون عند بنادم يكون ما يكونش عنده. من هاد المعاني ديال التوكل جوج المعاني. المعنى الأول اللي هو قائم بذات الله هو الصفة دياله، وسبحانه وتعالى وكيل، يعني ضامن أرزاق العباد ومسير الكون دياله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل. تلك صفته سبحانه وتعالى، هذه قيمة بالله تعالى.
هذا معنى قائم بذات الله، أن الله عز وجل خلق الخلق ومقابل الخلق دياله، حتى شي حاجة ما فلتها وحتى شي حاجة ما شاردة وتايها بعيد عن السيطرة دياله سبحانه وتعالى والمقابلة دياله. فهو يرزق الدواب ويرزق من في الأرض ومن في السماء ويدير كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية. أما المعنى الآخر اللي هو يمكن يكون قائم بالنفس ديال بنادم ويمكن لا، هو مدى الإحساس ديالنا احنا بهذا الشيء، واش مأمنين بهذا الشيء، أي أن الله عز وجل على كل شيء وكيل ولا لا. هذا السؤال الأول. ثانيا، إلا مأمنين به وحنا مسلمين مأمنين به، شحال الدرجة ديال الإيمان ديالك بهذه الحقيقة؟ كتختلف الدرجات. فوقاش كنعرفوا هذا الشيء؟ لما بنادم كيوقع في الامتحان والتجربة، من اللي الإنسان كيوصل لقدر الله لواحد الدرجة يسامح في الدين دياله وفي بعض الأمور ديال حقوق الله عز وجل. من أجل أش؟ من أجل أن فلان كيتوهم له أنه رزقه بيده، خايف يقطع عليه الرزق. هذه درجة ضعيفة جدا من التوكل، وهذا اللي قصدنا بالمعنى القائم بالنفس من التوكل بالنفس البشرية. كيمكن يكون كيمكن ما يكونش أصلا، وهو الكفر في خطرة. وإلا كاين كيمكن يكون ضعيف، كيمكن يكون متوسط، كيمكن يكون قوي أو قوي بزاف. وبين كل درجة وأختها درجات ومراتب شتى. من اللي الإنسان كيكون ثابت على دينه وما يعطيش الدنيا في دينه، واخا كيبان له بأنه فلان يمكن يأثر له على الرزق دياله في الظاهر، ما كيخافش ويثبت على ذلك، فذلك دال على حسن توكله. فلذلك قلنا كاين جوج المعاني. توكله هو قائم بذات الله، هذا صفة من صفات الله، دائم أبدا ما كيتغيرش. وتوكله هو قائم بالنفس ديال بنادم، هذا كيتغير حسب درجة الإيمان ديال الإنسان. والكلام ديالنا على هذا المعنى الذي يتغير. الله سبحانه وتعالى الذي أعلمنا بالقرآن أنه ضامن الأرزاق للعباد، وأنه سبحانه وتعالى الذي ينفع والذي يضر، النافع الضار سبحانه وتعالى. وثبت ذلك أيضا ليس في القرآن وحسب، بل في أحاديث كثيرة صحيحة السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبها ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، ومن أشهرها حديث التوكل، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أن الناس يتوكلوا على الله عز وجل حق التوكل، الرزق ديالهم غادي يجيهم بالشكل اللي كيعطيه ربي للطير، كتخرج من الأعشاش ديالها صباح بكري وتمشي تغامر وكيرزقها ربي عز وجل، وتروح في العشية شبعانة، كتمشي الصباح جيعانة، تغدو الغدو والخروج ديال الصباح خماصا، يعني الكرش ديالها خاوية، الحنصولة ديالها، الحواصل ديالها خاوية من الطعام، وكترجع ممتلئة وتغدو وتروح بطانة، كتولي معمرة. وهذا المثال ديال النبي صلى الله عليه وسلم عجيب جدا. فيه من الفوائد، الفائدة الأولى أنه رزق الطير هو من أعجب الرزق، ماشي بحال رزق بنادم، مختلف عليه. كيف مختلف عليه؟ بنادم كيكون محدد في غالب الأحيان الوجهة ديالو، يعني عارف فين غادي، خدام غدا الصباح ولا ما خدامش، دابا راك عارف. على العموم معرفة عامة، كيمكن يتغير في الأمر ما يتغير، ولكن انت عندك واحد طمأنينة سابقة أنك خدام غدا أو ما خدامش، عارف اش كاين، معرفة عامة ماشي على التفصيل. وعارف فين غادي تمشي، غادي تخدم في الموضع الفلاني إذا كنت خدام مع فلان أو في الإدارة الفلانية أو في الحانوت الفلاني أو في أي مكان ما، وعارف طبيعة العمل اللي غادي تخدم، وعندك تقدير معين للثمن ديال داك العمل، واحد العدد كبير ديال المعلومات كيما هدها ربي عز وجل الإنسان تتعلق برزقه. طير كيخرج ما كيكون شيء، عارف بالضبط فين غادي وما عارف شيء فين خدام ولا شحال غادي يلقى ديال الرزق، كون نهار رزقه لا يدري شيئا، تغدو خماصا خاوية. طير كتمشي الصباح خاوية، خاوية بجميع المعاني، الحوصلة ديالها خاوية،
قرقور ديالو خاوي، وخاوي أيضا من هذه المعلومات اللي عندك أنت هو ما عندوش. واحد النوع ديال المغامرة غريبة عند الطير، كيمكن تكون عند الإنسان، ولكن الطير تلك طبيعته، والإنسان عادة كيبدا يخطط وينضم الخدمة ديالو اللي جاية. وهذا المعنى ديالو أن الإنسان واخا عندك المعلومات راه ما عندك والو. هذا المعنى كان وصلوا حتى في نهاية المطاف كانت تقدوا مع الطير. فتلك المعلومات التي عندك ليست ضمانا للرزق، ولكن ضمن ديال الرزق هو الله الذي رزقك. وهذه المعلومات كيعطيها لك باش تونس بها وما تبقاش نفسيا مضطرب. وأنت أيها العبد لو توكلت على الله حق توكله يعطيك من الطمأنينة والضمان اللي أعطى الطير وما أعطاه لكش أنت أيها الإنسان. والذي يشبه الطير حقا هو بندم اللي يعني صباح صباح ما عنده فرص والو مما سيأكل ويطعم ويرزق، تكيجيه الرزق من الجهة اللي ما طيحلوش على البال من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعله في مقام الطير. المؤمن التقي ربي كيدير له بحال الطير، يرزقه من حيث لا يحتسب، والطير ترزق من حيث لا تحتسب. طير راه ماشي موجد على المكان الفلاني وحاسب شحال من حبه ديال الزرع او شحال من حشره غادي يلقى من الطعام من هذا النوع او ذاك، ما عنده حتى خبر على داكشي. الفائده الثانيه ان الطير حينما يخرج لا يدري هل يرجع الى بيته ام لا يرجع، كي يمكن ياكل ديب او اي وحش او يصطاده صائد من بني ادم، معرض لمخاطر شتى من اللي يخرج الصباح، كي يمكن يرجع للعش كيمكن ما يرجعش، ومرارا كيرجع الحمام والحمامة ما كترجعش أو العكس. فالله عز وجل وكالته على الطير وكالة رزق ووكالة حفظ. فالإنسان لما كيفوض الأرزاق لله كيكون محفوظ بحفظ الله. شحال من واحد عنده واحد اليقين في نفسه وما عنده شي جرام ديال الظن، ماشي غير اليقين ديال الظن في الله، وحاسب كيخرج لمال هو بالنسبة له مضمون كيرجع فناش ميتا إلى قبره. أحد الغلط كبير عند الإنسان. بنو إسرائيل لما قالوا لغني بني إسرائيل هامان قارون عفوا قارون قالوا له وأحسين كما أحسن الله إليك، طلبوا منه باش يدير الإحسان كما أحسن الله إليك، يعني أن هذا الرزق إنما هو من عند الله. قال لهم إنما أوتيته على علم عندي، هذيك الصنعة، الصنعة ديالي والخبرة ديالي في جمع المال وفي التجارة وفي كذا، هذا ما عندوش ولا قليل من التوكل. بل قلنا في البداية اللي ما عندوش ولا قليل من التوكل عنده صفر ديال التوكل، فمعنى ذلك الكفر. المسلم عنده إنما في أسوأ الأحوال كيكون ضعيف، هو كاين كل واحد كيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله راه عنده شي بركة ديال التوكل، غير ديك البركة لأنها قليلة ما كتنفعوش مع الأسف. فهو مسلم لا شك في ذلك، أما اللي ما كيعتقدش في خطرة بأن الله هو الرزاق لا يكون إلا كافرا كما كان قارون. فالمسلم إذن مطالب بتنمية هذا المعنى، بما أنه كيكون قليل وكيمكن يكبر. ما معنى التوكل إذن؟ التوكل هو كتبقى تنمي هذا المعنى ديال الاعتقاد بأن الله هو ضامن الأرزاق، كتبدا هذا المعنى تكبره في نفسك فتسقيه بالآيات وتسقيه بالأحاديث وتسقيه بالعظات فينمو كما تنمو الشجرة في الأرض، تكيعطي الثمار دياله، والثمار دياله هي لا رزقكم كما يرزق الطير، كتبدا تشوف الرزق ديال مولانا كيجيك من حيث لا تحتسب. فالإنسان إذن يفوض إلى الله كل شيء. والفائدة الثالثة من هذا المعنى العجيب أن الطير حينما تروح بطانا معمرة كتروح باش طعم الفراخ ديالها كما هو معلوم، فهي تشارك بنيها في رزقها وتغامر من أجل ذلك. وكذلك الإنسان المؤمن ما في شيء الأنانية كيأكل نفسه، وسبحان الله للطير أخلاق عجيبة في هذا الأمر كما هو في الدجاج وفي الطيور جميعا، أن الطير كيأكل ويوكل معه غيره، وهو من معاني التوكل. بنادم اللي ما كيبغيش يوكل معه غيره ما معناه كيخاف يتسلل فيه الهلع
والجشع، هذا نقص في التوكل، لأنه كيسحب له بأن الخزينة ديال ربي ما عمراش، فيها غير شوية، أعطي ربي غادي يعطيك ويزيدك. ولذلك في الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، من دعاء الملكين. ما من يوم يطلع، ما من يوم يوم كينزلوا جوج الملائكة من السماء كيناديو اللهم أعطي منفقا خلفا، الله يخلف على اللي انفق والله يتلف اللي يمسك ما عطاش، كيدعيو عليه بالتلف والعياذ بالله، نسأل الله العافية. والتلف يحصل له فعلا إلى ما تلف المال في عينيه، يعني المال بداته ما تلف، كيتلف الفائدة دياله في الدنيا وفي الآخرة، هو النيت نفسه لا يستفيد منه في الدنيا. ما فائدة المال في الدنيا؟ المال في الدنيا عنده فوائد، المال فائدة دنيوية وفائدة أخرى. فائدة الدنيا كيعطيك الراحة ترتاح، وفائدة الآخرة الجنة، نعم المال الصالح للعبد الصالح. أما فائدة الآخرة فبين بالنسبة للإنسان الذي لا توكل له بالمرة، أنه ما عنده فائدة في المال دياله في الآخرة. كيفاش ما عندوش الفائدة دياله في الدنيا؟ قلنا المال الفائدة دياله هي الراحة، ما عندوش الراحة، شحال من واحد خزائن ثقيلة من المال جرام ديال الراحة ما عندوش، عايش في شقاء في عذاب شديد والعياذ بالله. باش شكون اللي معذبوه؟ معذبوه المال دياله. إذن لا فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله، شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. ولذلك من فوائد التوكل أن الرزق اللي كيجي من جهته فيه هاد جوج ديال الفوائد، فائدة الدنيا كتستفد انت ويستفد غيرك، المشاركة الإحسان، وفائدة الآخرة وهي الأجر العجيب، لأن الله سبحانه وتعالى كيعطي الأجر على المال ديال الدنيا في الآخرة كيعطيه من جوج جهات، من جهة كسبه ومن جهة إنفاقه. شحال من واحد كيبان له بلي راه الأجر عندك غير في الإنفاق، عندك حتى في الجميع الأجر إن كنت منفقا، لما تصرف المال في الوجوه الشرعية ديالك في بنيك وأهليك والفقراء ومن يستحقه، ربك يعطيك الأجر ديال أنك انفقت والأجر ديال أنك خدمت، ماشي غير انفقت، تؤجر مرتين على الكسب وعلى الإنفاق، وكل ذلك من فوائد التوكل. ومطلوب من المؤمن أن يعتقد بأن الله عز وجل لا ينفد رزقه، لا ينفد رزقه، لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وهذا أمر باتخاذ الرحمن وكيلا. الوكيل بالمعنى اللي كنستعمله احنا في الدارجة، شكون الوكيل ديالك؟ كينوب عليك، كينوب عليك في البيع، وينوب عليك في الشراء، وينوب عليك في المحكمة، وينوب عليك في كل شيء. كتختار الوكيل اللي يكون وكيلك قوي وعنده الحجة وعنده اللسان وعنده الجاه باش كيضمن لك الحقوق ديالك وما ياكلوكش الناس. فإذا كان رب الكون هو وكيلك، شيء عجيب جدا، فاتخذه وكيلا. في التوكل انت كتنوب عليك مولاك اللي خلقك باش يجيب لك رزقك ويحمي لك رزقك ويبارك لك في رزقك ويحفظك بعد ذلك وقبل ذلك من كل مكروه. وكالة، وأي وكالة، عجيب. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. إذا كان الله وكيلك بارك عليك، بارك عليك، ما تزيد حد، وكفى كافيك ويشيط عليك الخير دياله. الوكالة ديال بنادم ناقصة، بنادم كتشوفه في المحاكم لا قدر الله كيدير الوكيل الأول يعني المحامي، ما كيبلش فيه، كيزيد الثاني، يزيد الثالث، لأن الوكالة البشرية ناقصة. الوكالة الربانية كاملة، وكفى بالله وكيلا. ديك الساعة بغى يكون الخصم ديالك الجن والإنس كاملين، تهنى، لأن رب الجن والإنس هو وكيلك أنا إذن. وهذا من المعاني الربانية التي يجب على المؤمن أن يتفطن إليها ويحرص عليها ويسعى إلى تنميتها في وجدانه وفي قلبه. ومن فوائد ذلك أيضا أن الإنسان يستريح، كيستريح الإنسان واحد الراحة عجيبة من اللي كدير اللي عليك وتدير جهدك، فما وصلك من الرزق تؤمن بأنه القدر الذي قدر لك،
لا يزيد ولا ينقص، وما تشعرش بالأسى والأسف، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. سبحان الله العظيم، الإنسان إلى نقص التوكل ديالو، دار ديالو عيانة كيدوز على شي دار مزيانة كيبقى فيه الحال، السيارة ديالو قديمة كيدوز على سيارة جديدة كيبقى فيه الحال، ديما معقد بسبب نقص التوكل. حينما تتسبب بالأسباب الشرعية اللي عليك شرعا درته، ما قصرت وتوكلت على الله وجدك شي اللي جاء، كتقول الحمد لله هاد الشي اللي دار الله عز وجل، واللي داروا راه ما غاديش يزيد وما غاديش ينقص، وما عندك فيه إلا الخير، ما عندك فيه إلا الخير. كان عارف واحد الشخص، نعرفه معرفة جيدة، كانت عنده أموال طائلة طائلة من أملاك الفلاحة والتجارة، جوج الأنواع ديال الأملاك، أملاك الفلاحة وأملاك التجارة، وكان ضرب الله الخمور والفساد عمر طويل وهو في تلك الحال، حتى أنفق كل شيء في الخوى وزار كثيرا من بلاد الدنيا إلا الحج، ما خلاش قهرة اللي ممشلها إلا الحج، ممشلوش. فأفقره الله فقرا، قالوا شي باش يتعشى، سبحان الله العظيم. وسبحان الله لما ولى فقير صلح حاله، انقطع عن كل الفساد وأنواعه، واستقام أمره وتاب توبة نصوحة، واللي تشوفه شوف فيه ولي من أولياء الله الصالحين، ما يطيح لكش بالك أن هذا كانت صورة دياله قبل ذلك كصورة الشيطان، وهو الآن ولي من أولياء الرحمن، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. شو سبحان الله العظيم، كيبدأ يقول كان عندي وكان عندي، كان يقول له حمد الله أن الله تعالى شافاك، شافاك بالفقر، هذا الدواء ديالو الفقر والمرض ديالو الغنى. ولذلك حال من زيتونة أحسن من 10 كيلو لحم، زيتونة واحدة أحسن من 10 كيلو لحم، تأكلها على حلاوة الإيمان وراحة الوجدان، فذلك خير الدنيا وخير الآخرة، وليس لك من مالك إلا ما أهلكت. عدد ديال الناس يملكون من المال الشيء الكثير، ولكن شحال هو يدخل بطنه منه، شحال هو يلبس منه، ما يكفي بنادم، ما يكفي بنادم صافي. ولكن الجشع يعني الطمع اللي فيت القياس هو اللي كيهلك الإنسان، وسببه قلة التوكل. الإنسان حينما يعتقد العقيدة التي ذكرت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويعمل على اكتساب هذا المعنى في قلبه، فإنه يجد كل ما ذكرت من فوائد في التوكل. وبعد ذلك، وهذا من الفوائد أيضا، ينشط للعبادة، يلقى واحد الإقبال على العبادة عجيب. اليوم صلاة الظهر ونحن في رمضان، صليت في الجامع ديال البزازين ديال باب جديد، هذاك الجامع اللي تما باب جديد، أول رمضان أدن، كنت تما أدن ومشيت نصلي، غير أدن يعني ما تعطلش، ما لقيتش المكان في الزنقة، في الزنقة ما لقيتش الموضة، ماشي في الجامع، في الزنقة ما لقيتش الموضة، قلت نسيت اليوم راه رمضان، إن كان النهار الأول، هذا النظام رمضان خصك تمشي بكري باش تشد البلاصة في الجامع. اليوم صليت الظهر تما أدن وأنا باقي بعيد على الجامع، وصلت الجامع لقيت النص فيه خاوي، أش كاين قرب العيد تما التجار، حتى واحد ما خلى الحانوت ديالو على الأذان باش يبيع ويشري العيد. قلة التوكل، والله الذي لا إله إلا هو لن يبيع ذلك اليوم إلا ما قدر له، ما يزيد شي خرقة واحدة ولا كيلو واحد ديال الزبيب ولا ديال اللوز، ما يزيدوش ولا غرام بسبب تأخير ديالو على المسجد، إلا ما نقص ما يزيد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. توكل قليل قليل، نصف الجامع النص ديال البشر، ولا بالأحرى يمكن يكون ثلث الليجة، لأنه النص ديال الجامع هو اللي كاين، والنص خاوي، واللي على برا ما كاينش، اللي صلوا في الزنقة من قبل ما كاينش، ناقصين اللي صلوا في الزنقة وناقص النص في الجامع، أبقى النص. مشكل قلت الإحساس الدائم بأن الرزق من عند الله، ما كيأمن إلا بالحاجة اللي شدها بيده، هذا واحد الخطأ كبير. ولذلك قلت كل واحد باش كيعالج الله سبحانه وتعالى، كل واحد الدواء ديالو. ولذلك قلت المؤمن المتوكل كيفرح بالحاجة اللي اعطاها له الله، يجد
بها لذة وراحة قليلة كيفرح بها، كثيرة كيفرح بها. في جميع الأحوال هو فرحان بداك الشيء اللي أعطاه الله عز وجل، وكيعرف بأنه ما عنده الخير إلا في داك الشيء اللي أعطاه الله. اللي أعطاه القليل يعرف بأن راه الخير ما عنده إلا في داك القليل، والكثير ما عندوش فيه الخير. واللي أعطاه الكثير راه ابتلاء أيضا، يمكن يكون عنده فيه الخير، يمكن إذا كسبوا من جهة ديال الخير ونوا فيه الخير، ما عنده فيه إلا الخير. نعم المال الصالح للعبد الصالح، ولا نيت نقص فيه. راه اختبار امتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى الخير كيمتحن الله به. والمتوكل يجد أمنا، عنده الأمان في جميع الأحوال، عنده الأمان في القليل وعنده الأمان في الكثير، ما عندوش مشكل، لأنه أخذه من باب التوكل. من اللي مشى دق الباب ديال سيدي ربي باش يسترزق باب الله، دقوا من باب التوكل. جاء القليل كينفعوا، جاء الكثير كينفعوا، ما يخافش جميع الأحوال. ولذلك كان خير الرزق المتوكل فيه على الله، هذا خير الرزق، وهو رزق الطير. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، مرتاح ما عندها فيه إلا الخير. من هنا إذن كان المؤمن حينما يدخل باب الرزق متوسلا ومتسببا، يكون له ذلك سببا من أسباب معرفة الله. وهذا المعنى اللي بغينا نختم به، وهو أهم ثمرة في التوكل، كيكون سبب من أسباب المعرفة بالله، كتعرف الله سبحانه وتعالى بالتوكل. لما كتكون هذه العلاقة اللي بينك وبين الرب عز وجل هي علاقة التوكل، أش معنت هذاك؟ معنت هذاك راه حوار، كتكلم مع ربي وهو كيجاوبك، حوار كتقول له ويقول لك، وكتحس بالتواصل بلي راكم متصلين ومتفاهمين. وهذا ينتج عنه معرفة بالله. واحد ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، جالس حداك، واخا جالس حداك ما نعرفش شحال من عام، ما عمرك ما تكلمت معاه، ما تعرفه ما يعرفك. لما كتبدا المعاملة بينك وبينه، كتعطيه ويعطيك، تكلمه ويكلمك، تخاطبه ويخاطبك، كتتعرف عليه مزيان، وملي كتتعرف عليه مزيان كتستفد منه. ولله المثل الأعلى، قلت ولا مشاحة في المثال. كاين المؤمن بربي كيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يسعى إلى التعرف على الله، هذا ما كيستفدش من الله عز وجل، لا يستفيد. وكاين المسلم المؤمن الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويسعى إلى التعرف إلى الله، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. كاين تبادل ديال الحوار وديال المعاملة، كما كتعامل سبحانه كيعاملك. والتوكل من أهم أبواب المعاملة، المعاملة مع الله التوكل من أهم الأبواب ديالها. أنت كتوكل هو كيعطيك، وكتجرب وجرب، وربي تلقاه سبحانه وتعالى في كل مرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، فهو إذن عند ظن عبده به، كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، على حسب نيتك وعلى حسب الإقبال ديالك على الله يقبل عليك الله، إن ترددت تردد الرب في الإقبال عليك كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وإن عزمت عزم الرب في الإقبال عليك. أنا عند ظن عبدي بي، اللي دفعتها واللي عطيتها تلقاها، وبالشكل باش عملت مولك كيعملك، فتجد في ذلك معرفة بالله، وكتعرف أوصاف الله سبحانه وتعالى الكاملة وأسماء الحسنى النورانية، كتعرفها ماشي غير بالدين أنت حفظتها وفهمتها، لا كتعرفها بعد ذلك بالمعاملة، كتلمسها وتدقها، وتجد لذلك طمأنينة كطمأنينة موسى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، من اللي جاءت الرسالة خاف، خاف، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا، خاف. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، خاف. فأوجس في نفسه خيفة موسى، من اللي شاف الحبال العصي ديال السحرة تحولت الفاع وحيا يحنش، خاف.
فأوجس في نفسه خيفة موسى. ولكن كل مرة ربي كيهدنو في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة تحصل له المقام المطلق ديال اليقين وأيقن بما أعطاه الله من آيات، حصل له يقين. كانت خاتمة هذا اليقين لما العصا تحولت إلى ثعبان بإذن الله وأكلت كل خزعبلات الصحارى، فإذا هي تلقف ما يافكون، كل شيء داك الكذوب ديالهم سرطته. بعد ذلك فكر فرعون باش يتبع سيدنا موسى ويقاتلوا هو والجيش ديالو من بني إسرائيل. يجمع فرعون الجيوش المجيشة من الفراعنة والمصريين وتبعوا سيدنا موسى، وكان سيدنا موسى أعطاه ربي الأمر باش يخرج بالليل سريا مع بني إسرائيل. صبح عليهم الوقت، بنو إسرائيل وصلوا الواد ديال النيل، والنيل واد أشبه ما يكون بالبحر، ولذلك سماه الله في القرآن بحر ويم. وصلوا الواد الكبير وتلفتوا وما كيشوفوا فرعون راه بالجيش ديالو جاي، ما بقى بينهم وبينه والو. شحال قدهم ديال الوقت باش يقطعوا هذيك المياه في ذاك الواد، شحال من فلايك وما عندهم والو. اش قالوا؟ قالوا إنا لمدركون، حصلنا خليفة الله مشينا، إنا لمدركون. موسى كان عنده اليقين، قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. الحل غيجي دابا، مازال ما عرفوش، مازال ما عرفوش. لا رزقكم كما يرزق الطير، ما عرف والو، ولكن عنده يقين بأنه سيكون. كلا إن معي ربي سيهدين، هذه قمة اليقين اللي كيعطيها لك التوكل. ما باقيش شي حاجة تقول راه تسد الباب، ما كاينش تسد الباب، باب ربي عمرو ما يتسد عليك ما دمت متوكلا. وأعطاه ربي الحل اللي كتعرفوه، وهو أنه أمره بضرب البحر بالعصا فانفلق، تحل البحر كل فلق منه كالطود العظيم، حل واحد جبل كبير، وخرج له واحد الطريق، طريقا يابسا، طريق ناشفة يابسا، داز فيها موسى واتباع ديالو من بني إسرائيل. ولما هبط فيها فرعون ربي يجمع الماء ديالو وغرقهم إلى يوم القيامة. توكل يجعلك على معرفة بالله. سيدنا موسى ولم تعرف على مولاه، عرف كلا إن معي ربي سيهدين، عرف معرفة. حينما تحصل هذا المعنى وتحصل قمته تكون آنئذ من العارفين. اللهم اجعلنا وإياكم من العارفين بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.